الاخ العزيز رشيد العنزي نائب رئيس نادي القهره. صبحك الله بالخير يا اخوي رشيد. صبحك الله بالخير ابو سعود. يا هلا ومرحبا وللاخوان اللي موجودين ومشاهدين الكرام. حياك الله يا الله يحييك ابو سعود. انا طبعا موضوع العامل لا شك طبعا ان العامل هذا يعني احنا مهتمين فيه جدا، وان شاء الله يعني موضوعه هو خالص ترى يعني، وانا شخصيا حتى يعني متكفل فيه كل شيء له، بس هو طبعا فيه اجراءات. اول شيء العامل ترى طبيعي ان الانسان يكون معاه ضغط وتصير فيه جلطه، يعني لا هو الحمد لله طايح من مكان، او مثلا لا سمح الله له حادث او شيء، هو جلطه وهذه معرض لها كل انسان وطبيعيه. فهو طبعا بدايته لما بالمستشفى صعبه انك حتى تقدر انه يسافر او شيء الا بعد ما يتطمن عليه الطبيب ويعني ويسمح انه بخروجه وكذا. زائد ان احنا الحمد لله حاسبين مستحقاته كامله وشغله، وان شاء الله خلال الايام القريبه هذه ان شاء الله يكون شغله جاهز، زائد انه يقدر يسافر يعني. فاحنا طبعا هو عامل موجود واحنا نهتم فيه. فطبعا انا يعني شفت انه مبالغ شوي بالموضوع ابو سعود، كانه يعني هالعامل هذا يعني لا سمح الله يعني احنا رافضينه او احنا ما احنا مهتمين فيه. لا هو ايش كثر صار له في المستشفى؟ ان كان لاعب او هو تقريبا الحين صار له يعني اكثر من طبعا 10 ايام تقريبا. فاحنا الفترة هذه احنا بس نتطمن عليه وانه يسمح له الطبيب. ما تصير 10 ايام يا اخوي رشيد. يعني هو يقول لي مبلغ على المستشفى. لا 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 هو حالته تحسنت يا ابو. لا انا بكم صار في المستشفى لا بعد. انا قاعد اتكلم عن وجوده في المستشفى. اذا المبلغ 1190 دينار تتكلم عن 10 دنانير في اليوم. لا 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 يعني المبلغ اللي عليه اكثر من او الايام اللي عايشه. هو من متى ابو عبد الله في المستشفى؟ هو صار له فتره، لكن هو الطبيب من 10 ايام يعني بدات حالته تزيد. ابو عبد الله تعرفت مكانتك عندي. جزاك الله خير. اي بس يا ابو عبد الله يعني مو زين لا لك ولا لنا، ولا انك نقول لك من متى المستشفى تقول 10 ايام وبعدين الحين تقول لا لا انا زين. وضح للمشاهد ابو عبد الله، خلني بوضح لك هالنقطه وانا اخوك. اسمعني. لا 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 كم يعني صار انت قول لي كم صار؟ احنا سالناك ابو عبد الله نبي نعرف. احنا التقرير يقول صار هو شهرين تقريبا. لا لا ربعه قالوا الهنود قالوا صار له شهر ونص الى شهرين. وضح لنا انت يا ابو عبد الله. انا ما ادري هل صحيح؟ لا 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 مو ماخذ رواتبه من 5 اشهر، هل هذا صحيح؟ لا لا غير صحيح. رواتبه له لا بالنسبه للعمال ابو سعود انا ماني قادر اسمع بعد اذنك. لا لا هو بالنسبه للرواتب عموما انا ما بالعموم يعني. ما بالعموم. لا 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 ابو عبد الله انا ابي هالهندي هذا اللي بالمستشفى. لا لا عفوا هو عشان تكون بالصوره بالنسبه للرواتب ابو سعود انا ترى يقطع الصوت. لا لا انت الظاهر قاعد تسمعنا من التلفزيون ما قاعد تسمعني من التلفون. لا والله لا والله اسمعك من التلفون. انا بعيد عن التلفزيون. تفضل ما في شيء عندي. تفضل. بس بالنسبه للرواتب هو كل الانديه عندها تاخير بالرواتب، وهذا يعني استطاعتك تدق على الانديه كلها في تاخير، لان انت عارف يعني الوضع شويه كميزانية هي فيها نقص. لا احنا ما نبرر الكلام هذا، بس احنا نقول بالنسبة للعمال كعمال هم لهم شهرين زين، خلال الاسبوع هذا بإذن الله راح تكون الرواتب بعد ما تنزل الدفعة آخر المعدين على آخر الاسبوع هذا بإذن الله إن شاء الله تنزل الرواتب. بالنسبة للعمال لهم شهرين وداشين بالثالث، يعني ما في خمس شهور يعني عرب. ثلاثة أشهر أبو عبد الله أخو 5 أشهر أبو عبد الله. أبو عبد الله سامحني بس الله يرحم والديك. ثلاثة أشهر أخو 5 أشهر. إذا عندك مثلا ما بس خلني بوضح لك أبو عبد الله، ترى عندها الفقير المسكين تأخير أسبوع يعني الكثير أسبوع واحد، فما بالك 3 أشهر أبو عبد الله. لا لا أبو محمد أنا قبل لا أنا قلت لك أنا تفضل. انا اصلا مستعد يعني احنا الحمد لله يعني احنا ما احنا ناقصين نشيل العامل. انا شخصيا مستعد كل شيء اسوي له كفو ومستعد يعني اتحمل مثل ما تحملنا باشياء ثانيه، ما عندنا مشكله. كفو هو هو المعنى ان العامل له مبلغ كبير، فانت لازم توفره بطريقه صحيحه يعني خلال الايام الجايه هذه. هو له نهايه خدمه، له امور، هي من العمليه تذكره واعطيه مبلغ واقول له روح. لا هو أول شيء مريض لازم تكون حالته مستغرة علشان يقدر، والحمد لله هو مو بالشارع هو بمستشفى وإحنا متكفلين في كل شيء. فأنا قصدي التضخيم يعني
يعني انا شايف شوي لا تزعلون مني يعني شويه تسليط على اشياء ما يعني كان احنا في مكان غلط او يعني ما كنا نتمنى انكم يعني الموضوع والله يا ابو عبد الله انا شيء انا اختلف معاك لا الامر يستحق اكثر من كذي يستحق احنا ترى كنا يعني المفترض ان الحلقه كامله تكون عن 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 هذا العامل مو انه تضخيم لا لا هذا العامل الشارع عفوا ابو سعود الحين نعم. بسألك سؤال لا بعد الشر عليك وعلى اي انسان انت في 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 لما الانسان مثلا بدون حادث بدون اي شيء هي العمليه ضغط ارتفاع جلطه يعني شيء طبيعي معرض للانسان بالتالي راح يكون مكانه الصحيح المستشفى مو المكان اني انا والله طاح اشيله اروح اركب طياره قصوى صحيح ابو عبد الله صحيح بس انا قصدي يعني ما يتهول الموضوع اكثر من لا هو تماما عبد الله ثق تماما احنا بالعكس يعني انتم لما تقولون شيء ويعني ترشدون بس احنا ما نبي المبالغه ان كان في يعني في احنا مو مبالغين يا ابو عبد الله بس تاكد لنقطه بس العامل ترى ما العامل ما تضايق وما اشتكى الا من امر هو تضايق منه خلاص عبد الله وصل سامحني ابو عبد الله الموضوع مو موضوع انه في المستشفى ولا في البيت ولا قطف الموضوع ان الرجل في المستشفى وما قصرته والحكومه ما قصرت لكن بالمقابل الرجل مو مستلم رواتبه يا ابو عبد الله لو انت اسمعني بس خلني اوضح لك انا بعلمك ليش احنا مهولين الموضوع يا ابو عبد الله احنا ليش مهولين لان الرجل مو مستلم عطى رواتبه خلي يكد على اهله اللي برا هناك اللي ناطرينه يصرف عليهم يكد عليهم مثل ما احترامي لكم قاعد تصرفون على عيالكم واذا تاخر راتبكم شرشحت وزارتكم قلت عطنا فلوسنا لكن هالفقير هذا لا خله وقعد تهول المواضيع انا ما كنت اتمنى تعرف مكانتك عندي لكن يا ابو عبد الله انا ما ارضى على هالمسكين لا 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 انا بالله ان هالامور هذه تزعل يا اخي حرام عليك عطها فلوس الرجل تحطه بالمستشفى تقول انا ما اعطيه عطها فلوسه وخله في المستشفى وخليه يعالج على حساب الحكومه ولا على حسابكم لكن عطى رواتبه يا اخي احنا عندنا عيال عندنا نخاف عليهم هذا برنامج احنا مسؤولين عنه انا بكره ما اطرح موضوع الله سبحانه انا البرنامج الله سبحانه وتعالى بيقول ينظر قاعد تسولف لي عن كره وعندك عامل شخص مظلوم خافوا ربكم هم النادي مسؤولين عنه بعد يا ابو محمد هم النادي قال لك اجوز والله اسمح لي كلامك صحيح اسمح لي بس ابو سعود تفضل ابو سعود اول شيء يعني مشكور اخوي مبارك يعني لكن ثق تماما ان احنا حريصين كل الحرص على اي احنا في النهايه ناخذ إعانة من الدولة ما احنا مثلا انت عندك هذا الشيء انت قاعد تدفعه انت ميزانية النادي انت قاعد تدفعها انت ملزوم من جهة حكومية تعطيك إعانة واحنا ك ك ك كمجلس إدارة ثق تمام اننا مهتمين بالعام مهتمين باللاعب جزاك الله خير يا ابو عبد الله راح نسويه فانا اقصد يعني الحمد لله يعني احنا عندنا يعني ملايين من العمال ما اعتقد يعني ان شاء الله بيضيع حق احد ان شاء الله زائد ان الله. انا اقول لك بالنسبه كعامل موجود داخل النادي هو الان في المستشفى حقوقه والتزاماتنا معاه ادبيا ما راح يعني نتخلى عنه وثق تماما بتشوف بس تدري ابو عبد الله يعني هي نقطه اخيره ترى العامل لما يكون بالمستشفى او الشخص لما يكون بالمستشفى في احتياجات يحتاجها يعني هذه الاحتياجات يعني اتكلم عن يعني الامور الخاصه فيه ماي كلينكس ماي سوالف هذه اللي يحتاجها المريض في المستشفى اذا ما عنده مصروف جيبه شلون بتوفر له هذه الامكانيات اللي هو محتاجها اوكي المستشفى يوفر له وجبه يوفر له بس في امور تعرف انت في المستشفى في امور يحتاجها اذا ما عنده مصروفه شلون يعني بيقعد يصرف على نفسه بيضبط اموره في المستشفى يعني امور ما ادري والله ابو عبد الله انت يمكن رايك ان احنا هولنا بالموضوع لكن هذا رايك واحترمه وقدره يعني ما اقدر اقول لك اكثر من كذي يعني ابو عبد الله يعني 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 على يعني الموضوع هذا لكن ثق تماما مالك يعني الا ان شاء الله باذن الله أن جزاك الله خير العامل بين عيوننا وثق تماما احنا بنهتم فيه واوعدك بتشوف يعني اخبار خلال الايام الجايه ان شاء الله طيبه ان شاء الله وان شاء الله بتشوفه نتمنى له احنا الصحه ان شاء الله احنا بس نبي ان شاء الله يروح حق اهله يكمل بس ايام الباجيه ان شاء الله بين عياله وبين اهله باذن الله ما قصرت يا ابو عبد الله وانا راح انا من صوبي لو حتى شنو يتاخر انا مستعد اتحمل كل شيء
يعني للعامل، لأن إن شاء الله إحنا قبل كل شيء يبقى إنسان تعاملنا معاه ويبقى أخونا، والله يعينه إن شاء الله ويرجع بصحة وعافية. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا أخوي أبو عبد الله رشيد العنزي نائب رئيس نادي الجهرة، وهذه هذا اللي تعودناه من إخواننا في مجلس إدارة نادي الجهرة، وتفاعلهم و